بدر بانون كنت نبه عليه بمستقبل كبير، لانه لاعب عنده امكانيات هائله، عنده قدرات انه تخليه يلعب احسن البطولات الاوروبيه. بدر بانون يعني ما كنتسائل علاش ما خرجش، يعني على تساع يخرج الفريق من الفرق الاوروبيه، لانه الكره ديالو حرام اننا نشوفوا واحد لو كاليبر بحال بانون انه كيلعب في المغرب. انا كنت كنتمنى نشوف بانون كيلعب بطولات كبيره اللي غيعطينا واحد الاسم، انه كيف ما مروا منهم اللاعبين نيبت باصير، عدد كثير من اللاعبين اللي لعبوا في بطولات افريقيه والدولي شامبيونز ليغ. فكنت كنتمنى على انه بانون يكون كيلعب في فريق كبير اوروبي، وهذا ما نتمناه ان شاء الله. بالنسبه ليا يعني انا يعني ما غنفكرش بزاف، لانه مادام الشيء اللي وقع في المباراه ديال الرجاء وجديده، فلا بد لانه كاين قانون كينصف جميع الفرق، كينصف جميع الفرق، فكاين قانون لابد انه يطبق، لا الرجاء لا على جديده اللي عنده شي حق كيديه، لا سيما انه قبل ما غتبدا يعني المسار ديال البطوله، فلا بد انه غادي يتخذ قرار، لانه غيسهل لا سيتوياسيون ديال الفرق في طابلو فيشاج ديال الترتيب، لانه ما يمكنش فريق يعني عنده مباراه ناقصه وعنده مشاكل من ناحيه الحسم في هذه المباراه، لانه غتكون واحد التتمه ديال البطوله ديال 2019 2020. والجامعه يعني خلال ما سمعت انه كلفات ناس مسؤوله بعيد على العصبه وبعيد على الجامعه في اخذ القرار في اسرع وقت ممكن، فهذا هو الشيء اللي خصو يكون بالنسبه للمباراه مؤجله ما تلعباتش في الوقت ديالها. فبالنسبه لي انا يعني ماشي شيء صعيب ولا غير حيروا فيه الاطباء تباعا للقانون، ماذا يقول القانون يطبق.